وسهلا فيكم ببرنامج مال وأعمال. اليوم بدنا نحكي عن كيف رح تتغير وضع الشركات الناشئة في ظل أزمة كورونا وما بعد أزمة كورونا. ومعنا ضيفنا خبير تطوير الأعمال أيمن عيتاني. كيفك اليوم؟ كيفك يا هرة؟ تمام الحمد لله. شو الأخبار؟ أنت حاملي مال والأعمال بفترة كتير صعبة كتير اللي ما فيها أموال خبرنا اليوم، حابين نعرف منك عن رأيك ووجهة نظرك، شو عم بتشوف كمان هلأ بالستارت أبس اللي عم تتعامل معهم، كيف رح تتغير يعني عالم الأعمال بالنسبة للشركات الناشئة بعد أزمة كورونا؟ لأن احنا بدنا نشوف بأزمة كورونا تقريبا احنا بالشهر الثالث أو على أبواب الرابع، فبهالثلاث أشهر بنشوف نحن المؤسسات الناشئة، في مؤسسات أغلقت أبوابها بأول شهر، في مؤسسات بثالث شهر، وفي مؤسسات من هون لآخر السنة حتكون كمان أغلقت أبوابها. يلي بيلفت بالنظر هون يلي مرض كوفيد يلي جابر لكل المؤسسات الكبيرة والناشئة كمان بشكل خاص، لأنه وضع أصعب بيكون من غير مؤسسات، أنه ما في اهتمام كافي أنه نبني مؤسسة منتجة مربحة. كان التركيز كامل، لأنه بنسمع في غير بلاد شو بيعملوا، بنشوف على الإنترنت شو عم تعمل الناس، بيشوفوا فهمون أنه يشتغلوا على يجيبوا مال من عند مستثمر ويكبروا الشركة لمؤسسة، يكبروا المؤسسة لمرحلة ما ضروري تكون منتجة، بس لكون لمرحلة تكون هي بتلفت اهتمام مستثمر تاني فيرجع يجيبوا فلوس مرة تانية، يرجع يوصل لمرحلة بعد أعلى. فعم بيكون التركيز نوصل يعني شو النقطة اللي بدنا نوصلها لنقدر نجيب بعد أموال المستثمرين، نوصل النقطة اللي بعدها لأموال المستثمرين غيرهم. من هيك بنشوف في شركات من شهر لتشهر سكرت، لأنه هني ما بينين مؤسسة منجي، لأنه هذا ما كان هدفهم، هدفهم كان يوصلوا مرحلة استثمار، ولما صار هالأزمة بطل فيهم يوصلوا لهالأرقام يلي بتهمهم، والكمان المستثمر بهالأزمة عم ينتبه على مصرياته كمان، فمن هيك ما قدروا يكفوا هيدي المؤسسات. فهيدي الأزمة عم تجبر الكل كمؤسس العمل يفكر إنه أنا بدي أبني مؤسسة منتجة، يعني أكيد حعوز أموال مستثمر على مرحلة معينة، بس هدف التاني هو وصل على القليلة سكر حق لضاين الشركة تماما. وكمان كمستثمر حيصير يطلع إنه أنا عم حط مصاري مع هالشركات، إذا أجت أزمة تانية شو ما كانت تكون الأزمة مرضية أو غيرها قد ايه فيها ضاين هيدي المؤسسة عملها. فهذا كتير أثر على طريقة التفكير وعلى طريقة الأموال وين عم تروح لأي مؤسسات. صحيح، هلا فعلا عم نشوف حتى طريقه الاستثمار بالشركات تغيرت، يعني في قطاع واحد تقريبا اللي هو الاونلاين التكنولوجي ديليفريز هو اكثر شيء مثلا في تركيز عليه بالاستثمارات. هلا مثلا بتشوفي انه في كثير مؤسسات ناشئه عم بعبادها هلا عم تفتش على مستثمرين. صح، في مؤسسات يلي عم تبني من الاول مؤسسه منتجه مربحه، وضعهم هلا منيح، يعني اكيد ما انه مثل كانه ما في ازمه أزمة بالعالم، بس وضع منيح، يعني في عندهم ردود، الموظفين موجودين، عم بيتحسن شوي وضعهم مع الوقت. هولي عم يستقطبوا أموال المستثمر، لأن المستثمر بيهمه بيطلع أنه هالمؤسسة إذا بكل مشاكل كورونا وبكل الخبص وبكل النصص عم تصير بعد منتج مربحة، كيف لما بكرة إن شاء الله كل أمور ترجع طبيعية حتكبر كتير المؤسسة، فبيهمه يحط هالمصاري والفلوس بقلب هيك مؤسسة. فالشركات اللي قدرت تبني مؤسسة منتجة مثل هيدي قدرت انه يعني استقطاب الاموال، وكمان مستثمر ذكي كان بيطلع بيقول هلا كيف نحن، يعني خلينا نتبع على 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 صعيد شخصي، اذا الواحد بده يستاجر بيت بقول هلا الازمه في ازمه، اذا معي شويه مصاري بقدر انا احكي انا نزل السعر، بدي غرفتين باخذ ثلاث غرف ويوم تعال احسن، يعني هلا لانه السوق ما كثير سامح بهيدي الازمه. المستثمر عم يفكر نفس الشيء، عم يطلع يقول طب انا ليش بدي ادفع 100,000 درهم على 10%؟ لا انا حادفع 550,000 درهم وبدي اخذ 23%، لانه ما عندك حل غيري انا او حلولك ثاني صعبه كمستثمر، يعني ما بتروح تفتش غير مستثمرين. فهيك بدك تصير هيدي بتصير هيدي هون كمان الشد، يعني شد ورخ شد الحبال هلا بتصير بأزمة مثل هيدي. هذا طب شو رأيك بالشركات اللي اصلا البلان تبعها تو اكزيت، يعني بيعملوا الشركه وحاطين بذهنهم انه الفاينل بلان انا بالنسبه لي از تو اكزيت وبيشتغلوا على اساسه طول الوقت؟ هلا الاكزيت منه غلط، بس صعب،
صعب الاكزت يعني. خلينا بدنا نحكي ارقام، خلينا نحكي من هي بالاخر الاكزت بدنا نحكي مصاري. صح. اوكي خلينا نحكي ارقام. اذا الواحد قدر يبني مؤسسه مش يونيكورن فوق المليار دولار قيمتها مثل كريم وفيسبوك وغير مؤسسات كبيره وهائله، اذا بني مؤسسه يلي مردودها 8 مليون درهم بالسنه وعم يقدر يعني صافي الارباح بعد كل شيء عم يكون بال 40%، هيدا مردود صافي بعد المعاشات وبعد كل شيء، يعني بيقدر هو يعني المؤسس او المؤسسين وحتى كمان كمستثمرين يقدروا يلاقوا مردود من هالمصاري. يعني مش غلط الواحد يعمل مؤسسه مردودها مليونين دولار بالسنه، مش عيب. لا انه اذا مش اذا ما لنا فوق المليار انا ما بيهمني من الشركه، انه اذا مليونين دولار وصافي ارباحها 400 الف دولار بالسنه، هي 400 الف دولار بالشهر عم يدخل بجيبته. تماما صحيح مليون بالميه. طيب اذا بدنا نحكي عن كيف الناس اصلا يعني هلا تحديدا رواد الاعمال يمشوا باتجاه انه مثل ما انت قلت كثير مهم يكون في ربحيه بالموضوع بالبزنس موديل تبعهم، هيك كيف الخطوات اللي برايك او الامور اللي يستندوا عليها لحتى يمشوا بهذا المجال حتى بعد ازمه كورونا؟ انا بس احكي مع المستثمر او لما احكي مع المؤسسين بركز هون على شيء اسمه اليونت ايكونومكس. يعني بنطلع نحن على 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 كل على كل اذا هي كانت خدمه او منتج عم نبيعه قديش نحن ربحنا منه. يعني نحن عم نبيعه ب 80 درهم وكلفتنا 35 درهم، وفي عندنا الفرق المصاري فيهم بدها تغطي غير مكلفه تكاليف اكيد، بس هي يعني اليونت بحد ذاتها اليونت ايكونومكس بحد ذاتها مربحه. في مؤسسات شو بتعمل؟ بتقول لا انا خليني اجيب من المستثمر بجيب منه يعني 40 50 قد ما في يجيب، يعني اعتبره مليونين درهم. ليش؟ لانه انا بعتبر انا اذا بعت لهالا يعني اذا بعت لهالا انا دفعت هالا حقها 7 درهم، بس انا بتكلفني 10 درهم عم اخسر فيها 3 درهم، بعتبر انا انه هالا مع الوقت برجع بطلع ربح منها. بس شو بيصير هيك ساعتها؟ عم بدفع من جيبتي، واذا هلا ما رجعت اشتريت انا بعت لهلا بس بخساره. تمام دفعته من جيبتي من مصير المستثمر، جمعه اثنين شهر شهرين ثلاثه اربعه كون دافع خسران، يعني بطل في مصاري بالشركه دفعتهم لبرا، وكمان بتجي ازمه او مشكله ثانيه هيدي كلها بتعمل لي مشاكل. فمنشان هيك بنركز كثير على بده يكون في وعي على شيء اسمه اليونت ايكونومكس، يعني انا قديش كلفتها لحتى انتجها، هذه كلفتها حتى بيعها. اكيد في عندي كثير تكاليف، يعني بحتاج مصاري من عائلتي من المستثمر لكفي، بس اتليست هي تكون منجي بارضها بحد ذاتها، تكون منجي مش انه هي منا منجي وبدي اخذ مصاري من غير ناس وبدي انطر لمستثمر ثاني بعد 6 شهور يعطيني مصاري ويمكن بعد 3 سنين اعمل اكزيت. للاسف العديد من الشركات قائمه على هذا الاساس بصراحه، اللي هو انه من نقطه A لنقطه B اللي هو مستثمر هون يلا المستثمر اللي بعده وما الى ذلك. يعني بهذا المجال مش هيك انا هلا بس احكي بالمؤتمرات وبالانترفيوز مثل هون بوعي انه مش مثل يعني بالمؤتمرات كله الحمد لله بيطلع على ستيج انه انا فتحت اجتني فكره وعايز مليونين درهم جبتهم من مستثمر عيني كثير، اول موظف وظفته كان كثير منيح واول طريقه بعتها بسوق، انه هذا كله مش مزبوط. كله مشاكل وشغل وخسارة مصاري وخسارة موظفين وهل الصعوبة ما بينحكى فيها. فمنشان هيك بتلاقي في كتير ناس بتقول يه طب ما هذا منه أحسن مني أنا فيه عن نفس الشيء وبيمشي بهالاتجاه أو بيقرأ أرتكل على الإنترنت أو بيشوف فيديو على يوتيوب، هولي كلهم فيهم يعني صعب صار كتير. يعني حتى الشباب الصغار لما عم نشوف يعني العديد من هاي المقاطع على السوشيال ميديا وهيك فعلا الواحد بيفكر إنه صار ريادة الأعمال شيء واو، إنه ترند وشي كول كتير إنه الواحد يعمله سهل وبسيط وهي الحياة المثالية اللي نحن عم نعيشها. طبعا يعني هو طريق واعر جدا، يعني لانه هذا عم تحكي انت مزبوط، لانه شو يعني على يوتيوب يا ما في فيديوز بيسبوني لي انا 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 بهذا الموضوع، يعني بهالموضوع انه بيقولوا لي ايمن فيك تروح تعيش انت على جزيره مبسوط وانت ونايم وانت على البحر عم تبيع نفس على الويب سايت وبيع نفس المنتج كذا هيك. يعني مين حق يعني شو هال الحلم اللي مش موجود؟ يعني انا بقول لك انا بدي احسن صحتي، اوكي بدي جسمي يكون احسن، طب انا بدي احسن اكلي، بدي اعمل رياضه، بدي اعمل بعرف شو اعمل، بس انه عم بعملهم وبعمل شوي بوقف بالاخر ما بتزبط. بدك تعب عليهم، مش حاعمل
مش حيتحسن جسمي اذا ما كل يوم عملت رياضه وكل يوم تحبت اذا فكرت فيها وحبيت ورحت قعدت على هالجزيره لحالي انه ما حيصير شيء يعني. مشان هيك يمكن بنفتقر لشو بيقولوا المواضيع الرول اللي والحقائق اللي فعلا مجرده من كل هاي الامور المزيفه اللي عم نسمعها على السوشيال ميديا. الشغل هو التوعي اللي عم تعنيه هلا انت عن طريق برنامجك، لانه هو الشغل طريق واعر وصعب صعب صعب. يعني لما كل موظف بده يكوس في ثلاثة لحتى واحد منهم يكون منيح، لانه حتجربوا اثنين اما ثلاثة لواحد منهم يكون منيح بس. ونحن لحتى نلاقي هالمنتج او الخدمة اللي الناس بدنا اياها مش اول منتج حيزبط، مثل ما نحن مش اول شخص تعرفنا عليه تمام. هو الشخص اللي حبنا وحبيناه ومشي حال، بدنا نشوف نحن شو بيهمنا غيرنا شو بيهمه. يعني هيدي كلها بدها كل شيء، بدها مصاري، بدها تشريب، بدها مشاكل، وحنصرف مصاري على دعايات يعني ما حتكون منيحه، يعني ما حتعطي مردود. اذا هي عم نبني منتج تقني حيكون في عنا ديفلوبرز ما حنتوفر نحن وياهم، حيكونوا بيوعدونا بشيء ما يطلعوا منيح، او نحن ما نعرف شو بدنا نعطيهم قد ما بدك. وفي غير الضغط من العائلة، من الأصحاب، من الإخوة، غير الضغط من المستثمر، غير الضغط من الموظفين، وهذا كله طبعاً. يعني بيلدينج يعني واحد يبني بزنس يعني عم بيحل مشاكل كل يوم تمام. لا بحر لا جزيرة ولا أنت منين بتطلع مصاري، هذا كله مش موجود، هذا مش صحيح أبداً أبداً. كل يوم مش عندي في أنا كل يوم الصبح شو عندي مشاكل حل اليوم تماماً مثل ما حكينا، يعني كمان الواحد بيصل لمرحلة هو نايم بيكون عم بيقعد يفكر بهذا الموضوع. طيب إذا بدنا نحكي عن التوظيف، بما أنه ذكرنا موضوع الموظفين وهيك، هل تتوقع تحديداً بالشركات الناشئة رح يكونوا حذرين أكثر بموضوع التوظيف؟ لأنه في كتير ناس أول ما تبلش وتنشئ الشركة بتشوف مبسوطين كتير متحمسين ويلا بلشوا كادر كبير ووظفوا. هلا في جوانب إيجابية لوضع السوق اللي هو اليوم، هو في كثير موظفين يلي ما كانت تهتم بالشركات الناشئة، بتقول أنا لا أنا بدي شركة كبيرة أشتغل فيها معروفة خطي لقدامي وطويل. في ناس مثل هيدي للأسف خسرت شغلها وما عم تقدر تلاقي شغل طبعاً، لأنه كل مؤسسات مؤثرة. وفي مؤسسات ناشئة يلي حكينا فيها يلي هن عندهم مردود هلا وماشي حالهم، يعني هن قدروا بفترة معينة لأنه هن عم يبنوا مؤسسة منتجة وعلى الإنترنت وبتحل مشاكل جذرية حتى بضمن مشاكل مثل ما عايشينها نحن بكوفيد 19 مستعدين يوصفوا. فهون ساعتها بيكون في إقبال أكثر من هالموظف اللي عادة ما كان يطلع بهذه المؤسسات الناشئة، لأنه كاسم قدام اصحابه وقدام قرايبينه ما بتساعد، ولانه كمان ما يعني ما بتقدر تدفع ما بتقدر تدفع له. يعني مثلا اذا كان معاشه كان 30000 درهم اعتبري بمؤسسه الكبيره، صحيح المؤسسه الصغيره حتدفع له يمكن 22 تماما، لو كان معاشه 15 حتدفع له 12 او 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 او, أو 11. وكثير في انسب بالموضوع كمان بالشركات مصبوط. الناشئه صح صح صح. فبهالمرحله هالموظف بيقول انا طب اوكي بدل ما يكون مردودي صفر لا بياخذ مردود اللي هو 60% 70% من كم مردودي قبل، وبيشتغل مع هذه الشركه ونشوف شو بيصير. وكمان هذه هالمؤسسه الناشئه كيف تستفيد؟ انه عندها حدا بخبره بشركات كبيره بخبره كبيره يعني قدروا يعني يحصلوا يشتغلوا معهم بكلفه اقل ما لو كان السوق بوضع طبيعي. فهون في جانب استفاده للجهتين. ونتمنى كمان يعني من رواد الأعمال نفسهم إنه يمكن ما ينساقوا وراء الحماس ويوظفوا بشكل كتير كبير، بعدين فجأة حرام لما بتصير هيك نوع من الأزمة بتلاقيهم بلشوا يعني يخفضوا التكاليف. وأكيد يعني هدول الأفراد اللي هني ما كتير كانوا بحاجتهم كانوا ممكن لكجوريس بهالفترة هاي يعني يتخلوا عنهم بهالفترة. هو الهدف هذا الواحد يكون معه مصاري بالبنك 6 أشهر معاشات، إذا ما قدروا 6 أشهر خلينا نجرب 3 أشهر. فإذا أنا ما معي 3 أشهر معاشات، أوريدي أنا هلا اليوم معي 3 أشهر معاشات، كيف بدي أوظف شخص وأقول له أنا بعد 3 أشهر إنه بلش نص معاش أو يمكن كفي أو وعدني الإنفستور يعطيني مصاري؟ يا الله عن جد. لأنه المستثمر كمان بالآخر كمان هو مش إنه قاعد حاطط كاش تحت المخدة أو تحت الفرشة وبس بده يفضى بعد الظهر يعطيك إياهم. فأنا دايما بعين لمؤسسين الأعمال إنه من اول ما تقول انا عم فتش بالسوق عم تحكي عن مستثمرين بدي استثمار لتوصل للحل تقريبا 6 أشهر و6 أشهر بيكون مضي انه خلص اتفقنا على كل المعلومات على كل شيء على قد ايش حندفع قد ايش القيمه وكل شيء مضى. بعد ما يمضي عندك على القليله 3 أشهر
للمصاري تتحول اجراءات البنوك لحالها كمان يعني بين بنوكي بين هو كمان المستثمر يعني مش حاطتهم بالجرور وحيسحبهم اليوم يعني عنده مسؤوليات بغير محلات بده يخلص مسؤوليته يقدر يعمله مش بكبسه بنهار يعني فبده شهر شهرين ثلاثه لحتى يحولهم البنك مثل ما قلتي في ورقه تنمضى يمكن اوقات بده يعمل مؤسسه ثانيه فبكون مستثمر جديد بيقول انا لا بدي اعمل مؤسسه ثانيه مجموعه هالشركتين فهيدي كلها بدها وقت فبدك عم تحكي على لي 9 اشهر انا بهال 9 اشهر ما اجى فلوس فبدنا من الفلوس اللي عنا اياها يا يعني المستثمر القديم او من يلي انتاجنا عنا نحن لنكفي لنوصل لمرحله 6 اشهر ما تجي 9 اشهر صحيح انا دائما بقول انه الواحد يعني ما يحسب الا ليوصلوا المصاري للبنك تبع الشركه على البنك لا لا ما ولا شيء انا كنت غلط كثير اغلط هيك انا كنت لما حدا يقول لي ايه بلش الشغل بلش الشغل قلت لا لسه ممضي هلا بس ممضي هلا خلص ايه مع امضه مع مصاري البنك يعني واضح انه مهتمين تكفوا تماما طيب شو رايك بوضع الاستثمارات هلا بالشركات الناشئه عم نشوف كثير بالمنطقه العربيه تحديدا عم بيتجهوا للاستثمار بالشركات اللي بتعمل ديليفريز بتوصل تحديدا هلا الحاجيات الاساسيه كل شيء اونلاين له علاقه بالتقنيات البرمجيات شايفين هاي القطاعات الاكثر استثمار فيها هلا المستثمرين هلا يعني كمستثمر عم يشتري برخيص ارخص يعني عم يقدر عم يستثمر برخيص يعني بين 500,000 درهم بتجيب له 5% من شركه 20% من شركه هلا بتجيب له 500,000 درهم 23-25-25% من حق الشركه اكيد حسب قيمه الشركه وشو بتعمل بس يعني عم نحكي الفرق كثير عم يفرق كثير من قبل هذا واحد اثنين في طلب بالسوق كبير لانه بظرف كوفيد 19 جبرنا نغير طريقتنا طريقه كيف نشتري كيف ناكل وين بنروح وين بنشتغل كل هالامور ففي طلب كثير كبير عم بيكون فاذا في مؤسسه اليوم بعدلت شو بتعمل عم تقدر تبيع مش لانه وفي كثير مؤسسات عم تقول احنا ما بدنا نصرف ولا دولار دعايات على الانترنت لانه ما عم نلحق شغل بس يعني الناس عم ما عم نلحق شغل فهيدا ظرف استثنائي يعني الله يوفقهم وان شاء الله بضل معهم لقدام بس هذا ظرف استثنائي بيعتبر ففي هلا مصاري بدها تنعمل على شهر 2 3 6 شهور 8 شهور سنه في مصاري هلا بدها تنعمل وبهالفترة بدي تفكر انه يعني في مرحلتين في مرحلة انا هلا بدي اعمل مصاري انا جبت من مستثمر مليون درهم مليونين درهم بقدر انا طلع مقابيلة بهالست اشهر ثلاث اشهر طلع مقابيلة مصاري مثل اشترى شقة اليوم وبعد شهر ثلاث اشهر رجع بيعه وبيع الفرق بهالثلاث اشهر شيء هيك هلا بعد كوفيد شو حيصير صعب لانه هالطلب يلي هو من دون دعايات من دون تسويق من دون شيء ما حدا الموجود هالقد لا مستحيل حيخف. اكيد حيخف والمنافسه اصلا عم بتزيد يعني بلشنا نشوفها صح 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 وفي رساله كمان هلا واضحه للمؤسسات الكبيره اللي كانت كل عمرها بالسوبر ماركتات يلي مع سنين لا تقرر شو بدها تعمل بالاونلاين وياخذوا وقتهم على رواق وهيك مش هيك بتشوفي في مؤسسات تانية يلي ما خصها ابدا بالاونلاين ما خصها ابدا بالتسويق كغراض سوبر ماركت بس تعرف هي انه انا بدي اذا عندي منتج شو ممكن يكون علبه بدي احطها بمحل وبدي اوصلها محل ثاني وبدي اقبض مصاري واذا بدي ردها لوين وكيف بدي يعني هيدا حلوها طبعا فلانه هيدي حلينا لما زادوا عليها اكل حطوا اكل زادوا عليها سوبر ماركت زادوا عليها شو ما كان تنظيف ببيت يعني عم بيزيدوا كل شيء عليها هون فهون بتلاقي ليه هالمؤسسات الكبيره اللي كانت مرتاحه جبروا هلا بشهر واثنين وثلاثه انه يردوا كل هالركض فهيدي كمان رساله واضحه للمؤسسات الكبيره يلي انه بطل في انه انا باخذ وقتي بعمل هلا باخذ سنتين لاقرر على بلان 5 سنين تماما وعشوائي بعمل هاي 7 سنين يعني الفرق شو راح فيها يعني فعلا معك حق مليون بالمية وحتى شفنا حتى شركات ناشئة بهذا المجال يعني مثلا ديليفرو كريم العديد منهم عملوا طلب كثير عملوا مثلا بارت وقسم للجروسريز قبل ما كانوا مثلا ابدا يوصلوا هون انا بحب سلط ضوء على موضوع التكيف قد ايه مهم تحديدا بهالفترات اللي عم نعيشها واصلا بكافه الاحوال لنجاح اي مشروع حتى مثلا هلا اليوم كنا عم نحكي بالاخبار فوكس سينما انه عم بيعملوا سينما للسيارات فكل هاد يعني مثلا سكروا الباركينج هن خلينا نقول 75% بس الكاباسيتي تبعه مسكرين دور السينما ما في مشكله نعمل لكم سينما للسيارات فقد ايه مهم موضوع التكيف لفعلا يعني سواء شركات ناشئه او شركات كبيره انه تنجح
منشان هيك هلا لما حكينا فيه نحن بالاول، لما يقدروا يعملوا مؤسسه منجي مربحه، يعرفوا هن اوكي انا بدي بيع، انا ما خصني ابدا بيع منتجاتي اللي خاصه بالبيت، بس هلا في سوق، فهل منتج البيت قد ايه حقه؟ اذا بدي اوصله لك قد ايش بيكلفني؟ وكيف قد ايه بدي بيعه؟ كيف بدي اقبض مصاري؟ وين بدي احطهم؟ هول المشاكل محلولين اوريدي، هو يحللهم بالشركه، بس على منتج تاني. فلما اجى هالمنتج الجديد، هالنوع المنتج اللي ما خصه فيه، قدر يتكيف فيه، لانه طريقه تفكيره دائما انه انا بدي اوصل من هون لهون، شو بتكلفني، كيف بدي اسوقها، كيف بدي اختم العميل، اذا رد لي اياها شو بدي اعمل، كيف بقبض مصرياتي لحتى ارد له اياهم او حتى اختمه. هيدا المشاكل حلها اوريدي وبطريقه مربحه. فلما زاد منتجات كلينكس، مي، اكل يلي هنا، خلص فاتوا بنفس التقنيه والسيستم والطريقه يلي هنا ماشيين فيها. تماما. طيب سؤالي الأخير إليك، اللي هو إنه برأيك مثلاً تحديداً هلأ بظل الظروف اللي نحن عم نعيشها وغيره، رائد الأعمال هل برأيك مثلاً It's a simple math، الموضوع اللي أنت عم تحكيه لحتى الواحد يكون مربح وشركته مربحة، ولكن إذا واحد ما عنده القدرة أو هاي العقلية براسه، هل بيجيب منتر لهذا الموضوع؟ أم هل هو بالفطرة بيجي هذا الموضوع بيتدرس بيتدرب؟ يعني في أمل ولا ما في أمل؟ أنت بتقولي إذا واحد بده، إذا واحد ما إنه رائد أعمال بعد بس عنده فكرة براسه حابب يبتدي فيه. تماماً. أنا بفضل ينعمل. أول شيء الغلطة بشوفها كتير بيعملوها، بيسألوا أصحابه. صح مليون. هاي بعتبرها غلطة، ليش؟ لأن الأصحاب كلهم بيقولوا لي يا أيمن أنت ضعفان وانت منيح شعراتك وانت منيح حلو دقنك، وهيك كل هن بيبروا ظهرهم بشبوا ايمن بسحان شعراته مش منيح ودقنه طولاني، بس قدامي قالوا لي ايمن انت يعني اصحابه قريبين وانت عارف كيف بتكونوا هيك يعني. فهي نفس الفكره، ايه اكيد وروح عمول وكل شيء. وانا دائما بقول لهم انا حتشوفوا انتم بس تكونوا حاضرين تبيعوا صار عندكم المنتج والخدمه، اصحابكم ما حيحطوا معكم ولا درهم. لا يا ايمن، هولي جماعتي وهولي بيعرفوني. طيب اوكي بيروحوا بجيبوا لي ايمن، ما حدا اشترى مني اكيد يعني، بقى الحكي ببلاش، تعي اطلبي درهم تغير الموضوع، غير درهم، لايك، شير، اي شيء دعم انسى الدراهم. فهيدا الموضوع انه ما ينسأل الاصحاب، هذا اول شيء. ثاني شيء ينعمل صفحه اكسل، ما ضروري ينعمل دراسه 5 سنين وثلاث سنين وهالدراسه، صفحه اكسل انه انا بدي بيع هذا المنتج، بدي بيعه بهذا ب 50 درهم، المنتج الثاني 70 درهم، المنتج الثالث ب 20 درهم، وحده انا شو بيكلفني كل واحد؟ عم جيبه من الصين، عم جيبه من البلد اللي انا عايش فيه، عم جيبه من البلد اللي انا كنت منه، وين ما كان. اوكي، وشو تكاليفه فوقه؟ يعني هذا بينعمل انه انا اذا بعته ب 70 درهم، طب انا لبيعه ب 70 درهم، حقه 20 درهم، وبدي حد بالاكسل كمان انا لوصل لك اياه هيك 10 درهم. بدي سوقه ما حعرف، بصير كب ارقام 10 20 15، بصير يبين معي هون انا منا مربحه. تمام، يبين معه ويبلش يبين معه انه انا انه مربحه شوي او مربحه مش مربحه ابدا. صح. يعني بيرجع ادرسها، لانه يعني في كثير ساعات معهم، يعني انا بحضر اكسل اذا بدك، في حد يعني في شوف شو عندي انا اكسلات اذا بدك تعطي المشاهدين. عندك هي اكسل يعني هيك، مش حسابات اساسيه، مش انه ملوني وفلسفي وهيك، اساسي يلي تبين انه انا اذا بدي بيع منتجات وشو كلفته. يا اما في ناس قاعد معهم انا ومساعدهم يعبوا هيدي الاكسل، بيطلع بدي انا ايمن لا انا ما في اترك شغلي هيدي، ما بطلع لي مصاري هجران يعني. فهيدا ببلش يبين انه هيدي الاحلام اللي بشوفها، انا رح اجيب ثياب وبيع هالقمصان وبيع هالثياب وبيع هالجزادين وحاعمل حاترك شغلي وحاترك كذا وحترك مرتي شغله، بقول له روق خليكم معي دقيقه، خلينا نحكي نص ساعه نعبي هالاكسل، ببين معنا وين رايحين. صحيح مليون بالمية. أنا بتعرف دائما بقول إنه الواحد ما يأخذ نصيحة من أي شخص بأي شيء بالحياة إلا ما يكون عامل يعني 3 times أو 10 times يعني من الشيء اللي الواحد بده يوصل له، لأنه مثل ما قلت رفقاتي أهلي بيتمنوا لي الخير، رح يقولوا لي إيه روح اعملي أو إلى آخره، لكن هل فعلا أنا قادرة أني أعمل؟ ما في غير الأرقام بتثبت ذلك. وأنا بشركم من خبرتي ومن أغلاطي كلها، أنا ليه عم أشتغل مع مؤسسين، من أغلاطي كلها، أنا لما فتحت الشركة الاستشارية اعتبرت أنا أنه معي مصاري على سنة. حلو. عملت حساباتي إلا أنا وأنا بفهم المصلحة، يعني معي مصاري على سنة. بعدين هيك بلشت تحس أنه عم تطلب الشركة، عم تطلب مصاري زيادة، عم يطلب يعني عندك مشكلة من هون 200 500 1000 2500، بدنا شخص زيادة، بدنا يعني بينصرف ما بتحس فيهم. بعدين وصلت لمرحلة على الشهر السادس
حسيت انه ما شكلي حضيع شهر كامل خلص صار بدي مصاري ما مشي حال عرفتي. فانا بقول له شو ما مفكر عندك مصاري دوبله شو ما رقمك اعطيتي شو اعطيتي 100,000 لا بدك 200,000 وحتى لو هيك بعدك بعيدة يعني ف هيدي ختامهم. شكرا كثير لك وان شاء الله بنشوفك معنا الاسبوع الجاي بموضوع جديد ونستمتع ونستفيد دائما بمقابلاتك. انا حاضر حالا.